مش هنسى في مرة حالة من الحالات، واحدة كانت متوفية مفيش أي حاجة ظاهرية خالص على جسمها نهائي، مش باين خالص سبب الوفاة، ويانج يعني عندها حاجة 20 سنة، ولسه كانت والدة فابنها كان معها في البيت، فتستبعد قوي ان هو يكون يعني ولوحدهم والباب مقفول من جوه، مفيش حاجة خالص. ودخل لقوها متوفية ومفيش اي علامة ظاهرة ظهر عليها خالص، لا طلق ناري بقى ولا دي. بتبقى محتاج حضرتك تهدى كده شوية، تهدى وتهدي الصوت كده وتفكر وتتكلم، مش هقول كده عشان مش يعني مش تتكلم يعني تتناغم مع الحالة اللي قدامك، يعني هتدلك وبتدلك. دي طلعت كهرباء، طلعت مسكت سلك اتكهربت عشان تشوف مكان دخول الكهرباء ده، نقطة قد كده سيار كهرباء مبانشة. كان ممكن ببساطة تعدي لولا ان اللغة، في لغة اللغة في لغة طبعا، دي بعد التشريح، بعد ما تشرح التشريح كامل اوكي، مفيش اي حاجة جوه خالص. دي كهرباء بتأثر على كهرباء القلب بتوقفه، خلص الموضوع.